كتير حلو الاستقبال التنظيم الريد كاربت كله مهضوم. ديما دايما الايفنتس بيكونوا رخين جدا، فاليوم الايفنت غير طبيعي يعني طبعا رولز رويس يعني عروسة السيارات كلها وجون فارس والفاشن شو اللي حيتعمل شيء كثير حلو راقي، ونقول لهم انه برافو يعني برافو لانه الرقي بيجيب الرقي يعني عارفه حلو انه الواحد يعمل هيك ايفنت على مستوى انترناسيونال يعني. مش بس بدبي، سافرنا كل العالم يعني سافرنا إيطاليا تنقي كل الكوليكشن تبع جاني كالينيانو، رحنا على بيروت نروح نحكي مع جون فارس. It was the new collection 2015. تعبنا كتير ركضنا عن جد كتير يعني مش بس نحنا كفاشن بالي مع MMM production مع كل هالسبونسر اللي كتير عملوا لنا سبورت يعني. نحنا الفاشن بالي يعني صرنا سنتين بدبي، نحنا منعمل كتير أسوسيشن كبيرة مع بيج براندز مثل اليوم شايفتيها رولز رويس، وعملنا مع الريتز كارلتون كمان، وقريبا رح نفتح فاشن ستوديو بالريتز كارلتون كمان. نعم نتعامل مع أكبر المصممين عالمية، وعم نفتح أكتر أكتر بواب كمان على لاتين أمريكا، عم نجيب كتير فاشن ديزاينر كتير معروفين. So we travel the world يعني تنشوف ال upcoming designer, upcoming trends, what is going on in the fashion luxury, ك refinement, ك elegance, ك sophistication. Thank you.
لأنه الإيفنت عن جد رائع. أكيد الرولز رويس اسم كتير كبير وبشكرهم أنه دعيوني، واليوم أنا مبسوطة كمان بهالدعوة، لأنه كمان مش بس أنه في عروض أزياء رائعة، في جو فني حلو، وفي سهرة حلوة، وفي لقاء بأصدقاء يمكن صرنا زمان ما شفناهم. تانكس كمان وسيم منديل، دايما سينير الإيفنت تبعه، ومنيح انه في هيك اكتيفيتيز عم بتصير بدبي. هيدا شيء كتير حلو للسياحة، وهيدا شيء كتير حلو بالعالم العربي انه بعد في عنا ايفنت حلوة كبيرة. صراحة عجبتني كتير فساتين جان فارس، يعني تمنيت لو انا كنت بعدني عرضة ازاي كنت طلعت عرضة كل هالفساتين الحلوة. وصراحة شيء كتير حلو انه كل موجودة اليوم، وإن شاء الله يعني هيك إيفنتس بيكون عنا more often بدبي. Thank you.
يلي مثل ما قلنا خاط بعناية بارعة اسمه على السجادة الحمراء بهوليوود جون فارس. بالرولز رويس طلبوا مني اني اقيم عرض ازياء عندهم، فكرت بالرولز رويس وقلت لازم هيك شغل الرولز رويس. قدرت اقدم لهم از جيفت لرولز رويس انه اعطيتهم من مجموعه الشتي 2015 بدها تطلع مجموعه، ولاني كثير بحب رولز رويس اعطيتهم البري سمر اللي بده يطلع سنتي الجاي سمر 2015. بقى هالشيء اللي شفتوه المميز كان لمجموعتين جايين عطوا التعب وعطوا له، بس ليك التعب بس كون من جوا وحلو باشن منه تعب حلو كتير، عطوا في ريسيرش وتعب وهدول هذا منه مشكل. اذا بتشوفي شوي اللاين كيف طلعت شك ما فيه، شغلين بالخيط كتير، لعبانين كونتراست كتير، ابيض احمر اسود ابيض، ما بعرف حبيبها كتير. لاول مره بطلع اسود هالقد، هيدا اكيد اكيد مزبوط، بس بدك تشوفي انه الفنان اخر شيء ابن بيئته. نحن واقفين قاعدين بقلب منطقه فيها سواد كثير، لذلك بحسيت الطاغي السواد، بس الكونتراست الخبري اللي انا جربت اعملها انه هالسواد الكثير في ابيض بده يجي اللي هو الحياه، في الاحمر اللي هو علام الحب بده يسيطر اخر شيء، لذلك انهيت اخر شيء بالويدنج دريس فستان الفرح اللي هو ابيض واحمر مع بعض. الإيفنت حلو راقي، وهذا أكيد رويس رايز أكيد يعني يسوي شيء كثير راقي وشيء كثير مهم. تجنن، حبيته كثير حبيته. يعني عشان نحن ما نكون يعني بس أنا كثير أتحيز الجنس العرب، جون فارس كثير حلو لي حبيبي حبيب قلبي. ثانك يو. طبعا انا دائما كنت اقول انه المراه القصيره بتيت بتكون احلى، بس اليوم شفت ما شاء الله موديلز كل واحده طولها كيلومتر ونص مش متر، فكتير كتير كان الشو راقي وفيه لمسات من الذوق من كل العارضي الازياء اللي تفرجنا عليهم اليوم. التنظيم من أوله لآخره من لما وصلت لين هاللحظة هذه تنظيم جدا مبهر، منظم بكل تفاصيله، يعني اهتموا بكل تفاصيل الإيفنت هذه. كمان كانت مناسبة أنه أجتمع مع أحبابي من الفنانين والإعلاميين اللي أنا جدا أحبهم وأصطاد الفرص عشان ألتقيهم وأسلم عليهم، لأنه فعلا مش كل الفنانين بينهم منافسة، ترى في صداقة وأخوة ومحبة ونتمنى الخير لبعض. شكرا جزيلا طبعا للروز رايز، لأنها روز رايز شركة معروفة سيارات الروز رايز جميلة جدا، حريقة جدا، كبيرة جدا. الإيفنت اللي حصل أكيد 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 حلو جدا، راغي جدا، الناس الموجودين جدا راغيين. ما في شيء يعني ما أتصور أن أقدر أقول لك حاجة أني أنا ما عجبتني في هذا اليوم، بالعكس المكان كله راقي، الاختيار جميل جدا، الفاشن شو راقي جدا، الالوان جدا جدا جدا، اكيد اكيد الالوان الاحمر والابيض جدا رائع. واللي عجبني اكثر انه قدم شغله على السطح قويه جدا، يعني بالفعل الالوان الجذابه هاي كانت الوان راقيه، واختلاف الفستان العروس، يعني دائما احنا متعودين على الابيض ابيض ابيض، فالمره هاي شفنا الابيض في الاحمر جدا راقي، يعني ممكن ايه ليش لا احنا ممكن نغير الالوان بهذا الزي الراقي. اكيد
جدا شاكره لكم، شاكره لكم هذا اللقاء الطيب ووجودك وحضرتك وكل الاعلاميين الموجودين. في نفس الوقت انا ابغي اشكر ناس معي حضرت من السعوديه ومن مصر، جمهوريه مصر، رجل الاعمال السيد عبد الله الشاهين والسيد محمد الصعيدي، شاعر ومستشار اعلامي، جايين يهنونا طبعا ويشاركونا هذه الفرحه اللي احنا دعيناهم فيها. شكرا جدا. والله انا الاول اسمحي لي ان انا اهنئ الامه العربيه كلها بدبي، شعب العرب. انا بعتبر دبي دي في الاول هي اجمل بلد في العالم، وشعبها من اجمل شعوب العالم. انا اعطوله اللقب بتاع اللقب رقم واحد في العالم كله. احنا مش بنجاملهم. انا بقالي 5 سنين دلوقتي باجي دبي، لو ما كنتش اجي دبي على طول احس ان دبي ديت يعني وحشاني، يعني بالناسها باهلها بادبهم بجمالهم بكل حاجه جميله فيها. اتعلمنا فيها النظام، اتعلمنا فيها احترام القانون، مفيش فيه كبير وصغير، القانون على الكبير قبل الصغير، مفيش اي وسايط في اي حاجه، العدل اساس الملك عندهم. اتمنى من الله عز وجل ان مصر ترجع زي الاول واكثر، بس ترجع تكون زي شعبها يكون زي شعب دبي. قوانينها تكون زي قوانين دبي. التصرفات السلوكيات المصريين يشوفوا مش وحشين، بس هو ايه، لان احنا بنحب النظام، بنحب العدل، نتعود على النظام، نتعود ان احنا نزعل بعض السلوكيات. لو كل فرد من فكر قبل ما بيعمل ان هو هيسعد اللي قدامه، كل الشعب يبقى كويس. ده اللي بيعملوه الامارات، لذلك هم في تقدم. والامارات دي كمان من 5 سنين ل10 سنين هتبقى الدوله رقم واحد في العالم، وربنا يبعد امريكا عنها. بس يعني ايه، يعني ايه على اساس يسيبوها تتقدم على كده؟ بيحبوا بلدهم، ما فيش هنا اي فساد، يعني بلد جميله من كل النواحي. اتمنى ان مصر تبقى زي الامارات. اتمنى ومصر شيء مبهر بصراحه حقيقه فعلا، وابهرني وصورته كله علشان اعرضه في مصر على كل الناس وهنزله على اليوتيوب. واتمنى ان كل الفيديوهات اللي ممكن تتعمل في اي مكان تكون بالقدره اللي احنا شفناها ديت، والجمال والتنسيق والتنظيم والحلاوه بتاعه الناس دي كلها. طبعا عندنا قناه، عندي والده زوجتي من الناس اللي هي حاطه مسايا على طول 24 ساعه نتقلب لها كده، وعاملين لها تلفزيون الوحيده لمسايا دي. أول شيء أنا بشرفني أن يكون معكم الليلة هي ليلة أكيد حتكون بداية ومؤثرة بعالم أنشاس سمايل اللي هو أنا ابتكرتها مع خبرة 25 سنة. أنشاس سمايل كانت وحتفضل مميزة على كل شفاء وعلى كل وجه عربي إمرأة عربية. أنشاس سمايل ميزها أنها هي بتنعمل أو بتصمم حسب شخصية المرأة أو شخصية الرجل. بقدر افهم انا شخصيتها شو متطلباتها، لانه في كثير نسوان بحبوا انه يكونوا مرحين، بقدر اعطيهم انا ابتسامه تزيدهم مرح. ممكن يكونوا يحبوا يكونوا سيريوس يعني جديين، بقدر انا اعطيهم وانصحهم انه الفيشر تبعوا الوجه شو بيلبق لها كطول كحجم كلون، لانه اليوم الابتسامه هي فن، اتس ان ارت، يعني دنتستري از ان ارت، يعني طب الاسنان هو طب تجميلي وفني اكثر ما هو علاجي. وأنا تخصصت بعد 20 سنة، يعني تفرغت للابتسامات وشفت شو النقاط الضعف بالابتسامة، لأنه كتير هي مهمة بحياتنا، هي بتجمع القلوب، هي بتقرب البعيد، هي بتصالح بين بعض البشر. يعني إذا في 2 متخاصمين لو ابتسموا لبعضهم بتريح، خاصة للمرأة العربية بدها ابتسامة، بدها فرح، تعبت ما تكون أوفر. نحن أهم شيء بأنشاس سمايل
انها بتتماشى مع الطبيعي. الخالق للخالق سبحانه وتعالى، ولكن نحن بنحاول نقرب من لون ومن شكل ومن تضاريس بقلب السن، يعني التقسيمات اللي فيها نعطيها طبيعيه. عشان هيك انفردت انشاس سمايل وحبوها كثير ناس من المشاهير، منهم عبد مجد المهندس البرينس، راغب عليمي، ميساء مغربي مع حفظ الالفاظ، نسرين طافي، جيني اسب، رؤى الصبان، طلع بالخير، كلهم كانوا يجوا. الايفنت كان إلي انا شرف كبير ان المنظمين تبعت روز رايز يختاروني شيف ظرف، شيف شو اسمه ضيف شرف اساسي بهذا الحفل. لحتى بتعرفي الجمال هو كان بالسيارات او بالابتسامه او بالثياب او بالشعر، كله ابداع وجمال بالنهايه، والجمال لازم يلتقي مع بعضه اخر شيء لانه الله بيحب الجمال. حياتي الكون الواسع والناس اللي بالشوارع، انا ما بدي غيرك حدا الا صوتك مش سامع. طب تحرم علي البنات من هالليلة وبالطالع. أنا كتير سعيد إني شفتك هون من بعد غيبة، أنت إنسانة رائعة وفنانة رائعة وكتير انبسطت، وعملتوه كمان داخل الحفل، عطيتوني دافع كتير حلو. وأنا إجمالا بحب كل البلاد العربية، بحب لبنان، بحب الإمارات، بحب سوريا، وبحب كل بلد عربي بحب الحياة وبحب الفرح والأمان والاستقرار. فدبي عم تعطينا هي اللي يعني صمام الامان وبالضبط لتخفف عنا شويه القهر اللي عم نعيشه ببعض الاحيان. فانا بتشكر القايمين على الحفل الحلو، وخاصه شركه الرويز رويز لدعوتها لإلي، ووسيم منديل وفراس شميت، والحمد لله قديت من كل قلبي وحاولت قد ما فيني قدر المستطاع اني اكون موجود بين كل فرد موجود جوا، وهيدا اللي صار. على فكرة أنا ببيتي بتابعكم كثير مسائي، وخاصة الأفراح الودينج اللي بتعملوها، بكون إن شاء الله للأمام وإن شاء الله بتدخلوا على كل بيت عربي يا رب. بقول لهم موفقين إن شاء الله ويعطيهم العافية، وهن عم بيعملوا شغلات كثير حلوة، عم يقدموا كثير أشياء ظريفة. As I can see from the beginning, like when I just came, I see the red carpet. It's like, you know, Oscar or Cannes Film Festival. It's like they organize it very luxuriously. And this lady is wearing these feathers. And glamorous, artistic, very artistic way, I would say. And even this lady with the table dress, it's amazing, really, I love it. They are really professionals.